السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو راح يكون تطبيق للفيديو السابق. الفيديو السابق كان عندنا الاشتقاق النظري لكيفية إيجاد قيمة سي compression depth للكونكريت لمقطع في بيم، وإيجاده بطريقة الايتريشن ميثود، وإيجاده أيضا بطريقة exact solution. اليوم وبهذا الفيديو راح نحاول إنه نطبق طريقة الايتريشن ميثود ونشوف شلون نقدر نستعملها. فعندنا مقطع لبيم الكروس سكشن مالته موضح امامنا، ابعاد العرض مالته 300 ملم والعمق الفعال 450 ملم اللي هو الافكتيف ديبث. كميه حديد التسليح معلومه هي 4065 ملم سكوير. قيمه اف برايم سي معطات، من عندها راح اقدر اطلع قيمه بيتا 1. قيمه اف واي معطات، وعندنا معرض الكود قيمه ابسلون سي يو اللي هي الالتيميت كومبريشن سترين بالكونكريت هي 0.003، ومعروف ايضا قيمه ابسلون سوري اي اس اللي هي المودولس اوف الاستيسيتي للستيل، وايضا قيمه الابسلون واي اللي هو السترين اليلدنج سترين بالستيل. المطلوب من عندي انه اجد قيمه سي اللي هو الكومبريشن زون ديبث اوف ذا كومبريشن زون. فراح أبدي بأنه راح أفرض فرضية وبعدين أتحقق من عندها. الفرضية هي أنه assume that assume that steel yields. بناء على هذه الفرضية راح أقدر أطلع قيمة أي من المعادلة اللي طبقناها مرارا وتكرارا سابقا. هذه المعادلة هي عبارة عن AS مضروب في FY مقسوم على 0.85 في F'C في B، وبالنتيجة راح يكون عندنا قيمة A هي 239 ملم. أوكي، أنا ما أحتاج الدقة هذه الشديدة، راح أقلل أقرب لحد أقرب رقم صحيح. فقيمة A هي 239 ملم. من هنا أقدر أطلع قيمة C اللي تساوينا A مقسومة على بيتا 1 وتساوي أيضا بالمليمتر، لأن راح تكون أبعادنا وراح أقرب لحد أقرب رقم صحيح، فراح تكون قيمة C هي 281 مليمتر. دام صار عندي معلوم قيمة C، إذا أقدر أجد قيمة السترين اللي موجود بالستيل. فإذا كان هذا السترين أكثر من اليلدنج سترين اللي هو هذا، معناها انه steel yields. اذا لا، فمعناها انه steel didn't yield. ف epsilon s يساوي خط كسر d minus c مقسوم على c ومضروب في epsilon c. هذه المعادلة نجدها من تشابه المثلثات، وتقدرون اكيد تقدرون بامكاناتكم الذاتية انه تجدون هذه المعادلة وتشتقوها. فراح نشوف انه قيمة epsilon s هي 0.002. لا تختار بهذا الرقم، دائما اختار الديسيمالز مالتك لان تكون لخمس مراتب حتى يبين عندك الرقم بصورة صحيحة. مثل ما نشوف انه epsilon s هو 0.018 وهو اقل من epsilon y، هذا اصغر من epsilon y اللي يساوينا 0.002. إذن معنى هذا الكلام إنه steel didn't yield. didn't yield. وبالتأكيد قيمة أي هذه اللي طلعناها هنا هي مو القيمة الصحيحة ولا قيمة C. طيب، هل الحالة هذه حتى أقدر أستخرج قيمة C الصحيحة راح ألجأ إلى الـ iteration method. فخليني أبدي صفحة جديدة وأقول find c value by iteration method. فخليني إنه أبدي بداية إنه أفرض قيمة ل سي. let او لا غلط نسوي غلطة مرتين. طيب let
أو try whatever you want يعني. قيمة C راح أستخدم القيمة أو خلي أفرض قيمة A بدل ما أفرض قيمة C، مو مشكلة. A تساوي راح أستعمل هذه القيمة اللي لقيتها قبل شوية كبس مجرد بداية أنطلق من عندها لا أكثر ولا أقل. فراح أفرض أنها A هي قيمتها 239 مليمتر. طيب فراح أطبق، راح أستنسخ هذول المعادلات. ألصقها هنا، فمن عندها وجدت قيمة C وقيمة epsilon S. أوكي، مدام عندي قيمة C وعندي قيمة epsilon S، فأقدر أجد قيمة FS اللي هو stress بالستيل، وهذا أقدر أوجده بتطبيق Hooke's Law اللي هو عبارة عن السترين مضروب في المودولس elasticity للستيل، والنتيجة هي طبعاً لازم تكون بالميجا باسكال. اوكي هذه هي نتيجتنا بالميجا باسكال. اذا اريد اوجد القوة التنسيل الفورس الموجودة بالستيل، فبكل بساطة اخذ هذا قيمة الاف اس واللي مثل ما تشوفوها هي اقل من قيمة اف واي. اف واي حتى اذكركم بها هي قيمتها 413.69، احنا هنا كانت قيمة اف اس اللي هي 360 معناها الستيل didn't yield، واللي هو هذا الشيء معقول يعني ومنطقي. قيمة تي التنسايل فورس هي تساوي لنا الستريس الموجود بالستيل مضروب في مساحة الستيل، وتساوي لنا خلينا نخليها بالكيلو نيوتن، وخلينا نظهرها على شكل ديسيمالز لمرتبتين كلش كافية. اوكي فهذه قيمة التنسايل فورس. الكومبريشن فورس تساوي لنا 0.85 مضروبة في اف برايم سي مضروبة في A عندي قيمتها هنا ومضروبة في B، وتساوي لنا أيضا خلينا نخليها بالكيلو نيوتن ونظهرها بنفس الطريقة decimals لحد مرتين، فراح تكون 1680.86 مقارنة بالتنسايل فورس اللي هي 1464. حتى يتحقق عندنا الإكليبريوم لازم يكون عندنا compression يساوي tension أو tension يساوي compression. فcompression minus tension هل يساوي صفر؟ احنا النتيجة كانت لا يساوي صفر. عندنا الcompression أكبر من التنشن بمقدار 216 كيلو نيوتن. فراح نحتاج إنه بالiteration الجاية إنه نقلل قيمة الcompression إلى أن يساوي التنشن. حتى نقلل قيمة الcompression لازم نصغر قيمة A وقيمة C. فراح أجرب أمامكم إحنا بدال 239 أو خلينا نستنسخها أفضل. خلينا نستنسخ هذه ونعيدها هنا. هالمرة I will try another value قيمة أصغر للـ A. فبدل 239 راح أستخدم 237. أريدكم تنتبهوا لي على الفرق هنا، هل راح يزيد أو راح ينقص وإيش قد راح ينقص. فأنا راح أجرب 237، قيمة C minus T كانت 216، القيمة الجديدة أصبحت 169، قلت الفرق قل، بما أن الفرق قل معناها أنه أنا بالاتجاه الصحيح دا أشتغل. فبدال 237 راح أقلل إلى 235، وصارت النتيجة 121، يعني لازم أقللها بعد إلى 233 مثلا، فكانت النتيجة 73. أنا قريب جدا، راح أجرب 231 مليمتر وصارت 24.9 تقريبا 25 كيلو نيوتن. فإذا جربت 230 مثلا، ممتاز الفرق هو 0.4. إذا قلت 229 مليمتر سالب 24 يعني أنا عبرت الصفر، فخليني على 230 هو أقرب ما يكون للصفر الحقيقي، يعني هذه الدقة كافية. فهذا اللي شفناه هسه الآن هي الـ iteration method، هي طريقة أنه بالتكرار بإمكاننا أنه نجد قيمة A وقيمة C. مثل ما تشوفون قيمة C هنا موجودة هي 271 مليمتر. المسألة بسيطة لأنه عندي سوفت وير يدعمني.
أما إذا كنت أنت تسويها باستخدام الورقة والقلم فأعتقد أنه هاي مسألة راح تأخذ وقت أكثر من عندك. لذلك إذا كنت تستخدم الورقة والقلم راح يكون الـ exact solution أسهل وأسرع. في الفيديو القادم إن شاء الله راح نشوف سوا شلون نقدر نستعمل الـ exact solution، وراح نشوف هل يا ترى أنه راح تكون النتيجة اللي نحصلها من الـ exact solution هي نفسها اللي راح نحصلها من اللي حصلناه من الـ iteration method. ابقوا ويانا وشوفوا الفيديو القادم. مع السلامة.